الحقيقة زي ما احنا دايما متعودين مع حضراتكم هنا على الموضوعية والمصداقية في كل الموضوعات، كل حاجة بنيجي نتكلم فيها بنتكلم فيها في الموضوعية وبالمنطقية. الآراء اللي بنسمعها من الناس، من جمهور الأهلي، من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، كلها بنحطها في الحسبان. عشان كده أنا دلوقتي طالع مع حضراتكم وعارف إن في البعض مستني إيه؟ مستني إن أنا أقول إن فريق الأهلي كان وحش إمبارح. وطبعا أكيد مستنيين إن أنا أقول إن الفوز إمبارح الحقيقة ما جاش زي ما الجمهور كان عايز أو كان متوقع. مستنيين أقول برضو إن الشناوي يتحمل جزء من الهدف اللي دخل فيه أو الهدفين اللي دخلوا فيه. مستنيين إن أنا أقول برضو إن موسيماني أخطأ في التغييرات، خصوصا الخطأ بتاع أحمد عبد القادر أو تغيير أحمد عبد القادر اللي كان مصدر الخطورة في الفريق في الناحية الهجومية. أنا عارف إن في ناس مستنية هذا الكلام، وفي ناس عايزاني إن أنا أقول هذا الكلام وإن أنا أقعد أقول لأ. طبعا بعض من لا يشجع النادي الأهلي هم اللي بياخدونا في هذا الاتجاه، ولكن حضراتكم زي ما أنتم عارفين وزي ما أنا دايما متعود مع حضراتكم من خلال البيت الكبير، لما بنيجي نتكلم بنتكلم واحد زائد واحد يساوي اتنين، ما بيساويش تلاتة أبدا. في ظل اللي بيحصل خلال الفترة السابقة وفي ظل الأشياء الكتيرة اللي بنشوفها خلال الفترة السابقة، أنا عايز أقول لحضراتكم أنه فوزنا على المريخ السوداني بالثلاث أهداف مقابل لا شيء، بثلاث أهداف مقابل هدفين، أعتقد أن ده شيء في ظل أن المباراة كانت صعبة جدا، في ظل أن أنت كنت ممكن وأنت كسبان 2-0 تجيب الثالث والرابع والخامس وتخلص على هذه المباراة، ولكن بعض الدلع شوية اللي خلونا ننتظر أو نصل إلى نتيجة التعادل بهدفين لكل فريق. لكن في النهاية أنا عندي مباراة يوم الثلاث القادم، أنا عندي ماتش يوم الثلاث، عندي مباراة بعد بكرة، مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة جدا في ظل أجواء زي ما حضراتكم شايفين. قلنا على أن المباراة دي يجب أن يتم تأجيلها، لأن النادي الأهلي الحقيقة خلال الفترة السابقة بيلعب باسم مصر، يعني من 1907 لغاية دلوقتي النادي الأهلي بيلعب باسم مصر، ما بيلعبش باسم حد تاني، بيلعب باسم مصر. النادي الأهلي صاحب أكبر عدد بطولات أفريقية، وبالتالي إذا كان هناك استطاعة أو من الممكن أن احنا نريح النادي اللي بيلعب باسم مصر، ممكن جدا نريحه، مفيش مشكلة. لكن ما تفهمش المباراة هتتلعب هو خلاص يوم، هي عشان بقت رأي عام ان النادي الاهلي عايز كده او جمهور الاهلي عايز ان المباراة تتأجل، وبالتالي لا احنا مش هنأجل الماتش. محدش بيفكر بالمنطق او بالعقل. انا عندي مباراة يوم 8 وعندي سفر جنوب افريقيا، جنوب افريقيا، جنوب افريقيا دي اللي هي 8-9 ساعات في نهاية القارة. لكن هو لمجرد ان الموضوع اصبح ان النادي الاهلي عايز، محدش بيفكر طب هو ليه النادي الاهلي يفكر في هذا الامر اذا كان النادي الاهلي عمل كده، او ليه جمهور الاهلي فكر في ان هو يجب ان يتم تاجيل هذه المباراه؟ ليه فكروا في كده جمهور الاهلي؟ لانه الحقيقه جمهور الاهلي لما بيفكر بيشوف فريقه، بينظر الى فريقه ومستوى فريقه ومستوى الاجهاد العام اللي موجود على فريقه. يعني سمعنا بعض الاخبار اللي بتقول خلال امبارح والنهارده ان موسيماني احتمال كبير يلعب بمجموعه اخرى غير اللي بتلعب في الفريق الطبيعي، يعني ال11 اللي بيلعبوا دايما خلال الفتره السابقه، احتمال يوم الثلاث نلاقي حد تاني بيلعب في هذه المباراه. عموما انا شخصيا اثق في اي 11 لاعب بيلبسوا فانيله النادي الاهلي، خصوصا في المباريات الكبيره. وانا بيني وبين حضراتكم لما باجي اتكلم عن مثل هذه المباريات، على الرغم من ان انا وجهه نظري ان التاجيل كان يجب ان يكون متواجدا في المباراه القادمه، سواء للنادي الاهلي او اي نادي بيلعب في افريقيا وعنده صعوبات كثيره جدا. يعني انا لو هناك انديه اخرى رايحه مسافره جنوب افريقيا هقول لك يا جماعه اجل لهم، مفيش مشكله خالص، ما تاجل لهم، ايه اللي هيحصل يعني؟ يعني الدوري هيقف 4 أيام زيادة ولا 3 أيام زيادة؟ أو مباراة للأهلي هتتأجل 3 أيام زيادة، هيحصل إيه؟ المهم إن أنا هذا الفريق اللي بيمثل مصر أقف في ظهره وأكون سند ليه وداعم ليه، بس هو ده اللي إحنا عايزينه، زيه زي أي فريق مصري. إحنا هنا لا نطلب إن النادي الأهلي يتعمل له، أو إن النادي الأهلي على رأسه ريشة زي ما البعض بيحاول يصور أو يوصل
للمجتمع الرياضي، ان اصل النادي الاهلي ده على راسه ريشه، فلو اجلتوا المباراه فيبقى انتوا مش، لا خالص. النادي الاهلي خدها بمنتهى البساطه، خد الموضوع بمنتهى البساطه، ان النادي الاهلي نادي مصري، وبالتالي يحق للاتحاد كره القدم المصري او لجنه رابطه الانديه ان هي تقف مع النادي اللي بيمثلها مهما كان اسم النادي ده اكس واي زد، مفيش مشكله.